يعني مش محتاج تعريف، يعني أسطورة ونجم وحريف ولعيب وأخلاق كل حاجة. مبروك. الله يبارك فيك. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أمسح على الكباتن الكبار اللي في الاستوديو النهاردة، الكابتن وائل وطبعا كابتن حسام حسن وكابتن نبيل، والحمد لله قدرنا نكسب النهاردة. قول الأولاني بقى، يعني حاجة مرسومة يعني زي ما بنقول عندنا في مصر. الكابتن حسام حسن. لا والله الحمد لله قدرنا نصعد نهائي النهارده، وان شاء الله نفرح الشعب المصري الماتش الجاي باذن الله. هل التمركز بتاعك في الجول الاول هو السر في ان انت تحطها بالشكل الجميل ده؟ اللعيبه كلها تعبت عشان الكره توصل هنا، من اول محمدي تقريبا او عبد الله، وبعد كده كهربا وقف عليها كويس ولعبها لي. لا كل الفرقه عملت مجهود كويس عشان الكره توصل هنا، مش انا اللي جبت، يعني مش انا الوحيد اللي جبت الجون. اتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل كده قلبنا على قلب بعض ونقدر نادي اداء كويس ونكسب الماتشات الجايه ان شاء الله. محمد انا شفت النهارده روح رائعه، يعني سواء كان من اللي موجودين او كانوا من البدلاء، كلكم عايزين تكسبوا، يمكن ده يكون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. اكيد طبعا، احنا كل يعني معانا لعيبه من الجيل القديم، كل دايما بيتكلموا معانا ان دي الحاجه الوحيده اللي كانت من اكتر حاجه، يعني مش دي الحاجه الوحيده، دي اكتر حاجه كانت منجحه الجيل القديم، قربهم من بعض وبيتعاملوا كاسره واحده. فاحنا بنحاول نعمل كده واعتقد ان احنا ماشيين بشكل كويس، والفرقه كلها احنا بنلعب باسم مصر، مفيش حد بيلعب باسمه، فعايزين نطلع اقصى حاجه نقدر نعملها ان شاء الله. هل صح النهارده ان كان مروان محسن يعني طبعا بكى، يعني كان نفسه ينزل يبقى معاكم وانتوا احتضنتوه وعاهدتوه على تحقيق الفوز، يعني ده كان وصلني المعلومه؟ طبعا حصل يعني. مروان لعيب كبير جدا ولعيب مهم، وبواسيه طبعا على الاصابه دي، بس هي خير الحمد لله من عند ربنا. اتمنى ان شاء الله ان يرجع لنا بسرعه لان احنا محتاجينه، وبرضه عندنا لعيبه مصابه ثانيه مش عايز اذكر اسامي يعني، بس ان شاء الله يلحقوا الماتش النهائي باذن الله. ان شاء الله. محمد صلاح مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. احمد فؤاد مبروك. مبروك احمد، شكرا جزيلا كابتن وائل.